ومرحبا بكم من جديد في فيديو على القناة. فيديو ديال اليوم من درب عمر، فيديو من عند محل ديال بلامط، محل شي حاجة روعة. جبت لكم آخر ما كاين في التوب وآخر ما كاين في البروكار، كنعرفوا بأن البروكار توندونس. اليوم من عند المحل ديال كريم غلاب، غادي يشرح لنا السي يوسف الجديد اللي عندهم في التوب، سواء البروكار ولا المطروز. خليكم معنا غتشوفوا كاع لي ديتاي في الفيديو. شحال داير؟ اونتيتاج كيدير 70 درهم. كانت الزواقه اللي ديال الريشه بحال هذا الشكل، فيها الكرونه ديالها اللي هو بحال هذا الشكل، فيها لوجون اللي بحال هذاك الموطارد، هذاك الموطارد، وفيه هذا الفيرو. الفيرو ديما كيبقى شي حاجه الفيرو بالمعروم داخلين مع اللوينات، اللوينات اللي داخلين كلهم على حسب اللون اللي كاين، اللون اللي بغات تقدر دير معاه السامبل، دير معاه السامبل حيت هذا داروا معاه هذا السامبل حيت ديجا كاين في هذا الزواقه. وكاين هذا بلو ديالو تحتاني، وهذه الخطيه ديالها صايبناها في الكرونه، شتيها كيفاش جات بحال هذا الشكل. خياطه سامبل ديال الروميد ديال السيجو، بحال هذه الخياطه السامبل، هذه الخياطه السامبل برغرغار، هذه كدير 30 درهم الخديه. داكو كفيه هذه الزواقه، وفيه هذه الزواقه الاخرى اللي بحال هذا الشكل، ها هي هذا تا هو نفس الثمن، تا هو نفس الثمن 70 درهم. هذو كلهم 70 درهم، كلشي هادو سولدي، كلهم سولدي. اونتيتاش الطوب ديالهم غليظ وحاجه مزيانه بون كاليتي. هذا فيه الكري، فيه داك الكري ديالو بالورده، هذا كيجي بلدي رومي بحال قلتي الورده، تقدر ديرها بلديه فهمتي، كتجيك سونتر في الخديه، فيه هذا الذهبي هذا، وفيه هاد الكرونه، وفيه هاد الكرونه، وفيه هذاك التحتاني، وفيه هاد الموف، وفيه هاد الزواقه الاخرى حتى هي اللي في لاكام، باقي ما حطيناهاش، هي في الخديه مصايبناها. تنشوفوها هي هادي اللي في الخديه، هي هادي اللي في الخديه، ها هي الصفر ديالها اللي صايبنا في الخديه، ها هي درنا، دخلنا مع الكري ودخلنا مع الصفيفر، هذا موطاد في الجناب والكري والزواقه، باش جينيس ما تجيش الخده شارجي بزاف، تخو شارجي. فيه هاد البلو ديالو ديما السامبل، هذا البلو هذا التوب ديالو، هو التوب ديالو مغلف، هذا بحال كشمير داير، بحال كشمير ولكن حاجه مزيانه. اونتيتاش اونتيتاش عرفتي زعما راه غلي التوب، غلي التوب ديالو حاجه مزيانه. وكاين فيه هاد الكرونه السامبل ديالو، الكرونه السامبل ديالو، ها الموطار، وفيه هاد الموطار، شي حاجه روعه. يجي في لي فوتوي، يجي في الفريشه ديال السيجور، يجي حتى في الصالون، شي حاجه عصريه. ها هو التوب ديالو مطلوق، هذا اللي عرفنا فيه هاد اللون واحد، هذا غزال صراحه، انا عجبني. هانتوما شوفوا الظهر ديالو كيفاش داير، الظهر ديالو كله مقطن، الكتب ديالو غليظ ومقطن، شي حاجه زوينه. وفيه هذا، فيه هذا اللون الاخر البلو ديالو، فيه هذا البلو حتى هو، شي حاجه راه فيه اربعه د اللوينات. اذا هاد الطلامط كلهم اللي قلتي لي دابا الروميين، هادو كلهم 70 درهم اونتيتاش، اونتيتاش. وكاينه الزواقه الاخرى حتى هي، هادي مازال ما حطيتوهاش، باقي ما حطيناهاش حتى هي، هادي شي حاجه جديده، شي حاجه جديده. هذا كيدير 60 درهم وغزال، غزال. فيه هذا الاثار بحال ما كيف هذا اللون الزيتي، في هذا الموف، هذا وفي هذا البلو، شي حاجه روعه. وفي هذا الكرونه، وعندنا اللوينات ديال السامبل. انا بعدا عجبوني هادو، كيجيو مخيرين هادو في صالامون، في سيجون، كلشي كيجي دخل دقيت لهم مخيرين، كاين كاع اللي كيديروا في الصالون، في كليسا، شي حاجه خفيفه، شي واحد ما عندوش مع الفراش بلدي وداك الشيء، صراحه كيجي مخيرين زوينه. وعندنا المزوقين بحال ما كان، عندنا الاونيات اللي كتخدم معاهم الا بغيتي تخلي الزيتي، عندنا الاونيات كاملين. هادو اونيات مختلفين على اللي وريتيني قبيله، هادو اونتيتاش، هادو اونتيتاش، كيديروا 1000 ريال في جميع الالوان، فيه الباج، الباج الطوب، المارو، المارو مغلوق، كلشي في الكريات، الكرونات، الزيتي، كلشي الالوان كلهم، فيه هاد الالوان كلهم ب 1000 ريال. شي حاجه زوينه. اذا هذه همزه، هذه همزه توب 70 درهم، لونتيتاج داير 50 درهم سامبل، وكاين هاد الاونتيتاشات اللي كنا دايرهم سولد 50 درهم، هادو كلهم عاد كاينين، هادو تاع 50 درهم، تاع 50 درهم، هادو كلهم 1000 ريال، هادو حتى هما اونتيتاش، غير الكاليتي، الكاليتي مختلفة، وي دابا حتى انا فاش شديتهم هادو مختلفين على الاخرين، هادو مختلفين على الاخرين، هادو بزاف غلاظ ليهم، غلاظ الطوب ديالهم، وهادو حتى هما راه مزيانين، هما مزيانين، غير الكيت ديال الطوب كيبقى هادو مدوبلين بزاف، هادوك مدوبلين بزاف على هادو، وهادو حتى هما راه زوينين، الشكالات كلهم هادو، هي الخديه مخيطينها هنايا، كتاخذ الورده اللي بغيتي، وحنا كنعطيوك السامبل اللي كيجيك معاه، اللي بغيتي، وطريقة الخياطة بطبيعة الحال، الخياطة عاوتاني غنوريك الموديل ديال الخياطة، غدير الخياطة اللي بغيتي. اخر ما كاين في البروكار، هذا بروكار 3 دي فيسق لي، هذا الطلميطه ديالو، بغيتي نشوفوا لي ديتاي ديالو، هذا 3 دي شتي، هذا مطلسي، ياك مطلسي، هذا كيجي في الطلميطه، وهذا الورده ديالو كتجي في الخديه. الوغ فيه جوج، فيه اللي فهمت هو فيه هاد الزواقه اللي كتجي، فيه هاد الزواقه اللي كتجي في الخديه، اللي كتجي في الخديه، وفيه هاد السامبل ديالو، وفيه هذا السامبل ديالو اللي كيجي في الطلميطه، هذا كيجي في الطلميطه، وهذا نقدروا نديروا في الخدادي، ولا يقدر الواحد ياخذ، فيه هاد الباج، وفيه هاد الفيرو، فيه هاد الفيرو هانتوما كيف كتشوفوا، شي حاجه واعره، داخل فيها شي شويه ديال البلوسيال، شويه ديال البلوسيال والباج، وفيه الذهبي،
وفيه الباش. وفيه هذا الباش. هذا نقدروا ندخلوا معاه ايني. دخل مع الاينيات في الكرونه في الباش في الذهبي. اي حاجه المهم على حسب الذوق ديال. فيه الغوز بيبي. فيه الغوز بيبي. اذا هذا كما قلت لكم بروكار مطلسي. بروكار مطلسي هذا كيدير 140 درهم. 140 درهم. أثمنة جد مناسبة. جد مناسبة، شي حاجة كلاس، شي حاجة اللي ديروها في الصالونات سواء العصرية ولا البلدية كتبقى على طريقة ديال الخياطة. والتذكير فأن المحل ماشي مختص غير في بيع الأثواب، فهو كيدير الثوب وكديرو حتى كنديرو العود. العود كديرو الخياطة، كديرو كل شيء. جميع أنواع اللي كتخص بالصالون. نشوفوا البروكار الثاني. وكان هذا البروكار الثاني، هذا البروكار حتى هو تروديها هو فيه أربعة ألوان. فيه الباج ديالو، فيه الورده، وفيه الري، وفيه الابتكار. هذا فيه ثلاثه ديال. فيه ثلاثه ديال القطع، ثلاثه ديال الاشكال. هادو كلهم مزوقين. كلهم مزوقين، كيبقى الواحد يختار اشنو بغا يدير. شنو بغا يدير؟ شنو بغا يدير في التلميطه؟ فيه البلون كاسي، فيه الباج، وفيه البرونز. وهذا بحال المارون ياك. بحال المارو، فيه المارو وفيه هاد لاكولور. هاد الدماغينات. هذا بروكا ديال تركيا كيدير 150 درهم. 150 درهم. غزال شي حاجه روعه. غادي نديرهم صعيبه، دخلنا مع الكرونه. شوفوا لي انا الخياطه كيفاش دايره. الخياطه دخلتوا الورده الوسط. درنا الورده الوسط. ودرنا بحال ما هكا الكارو ديالو في الجناب، ودخلنا مع الكرونه في الغرغار، وخيطناها بالمجهول. هذه الخياطه كدير 90 درهم الخديه. الخياطه كدير 90 درهم. ودرنا في هذا الفاص اللي هو يونيس. يعني الوحده السيده تقدر تحطها على هذه الجهه، تقدر تحطها على هذه الجهه. بحال عندها جوج صالونات، جوج تفريشات. تقدر تبدل كما بغات. مزيان؟ كما بغات. ديال الروطانه اللي كتخليهم مع المبرا، مع البروكار، مع كاع الثواب اللي شفناهم. هي هذه بحال الروطانه كدير 100 درهم. 100 درهم هذه. فيها جميع الالوان، فيها البيض، بلون، فيها الباج. رطبه وزوينه. فيها البيض. والثوب غليظ. والثوبه ديالها غليظه. هذه كدير 100 درهم وفيها 100 ونص ديال العرض. هذه كدير مع جميع الاثواب، فيها جميع الالوان، فيها 30 لون. الالوان ديالها كلها. الديكرادي ديال الباج كامل، غادي المسكي، غادي المارون، هذا الذهبي. الكري. شويه برونز، الكري. الزرقوش، الشيبي، الخضر، فيها جميع الالوان، الكرونه. كلشي اللوينات. نتماشوا مع كاع الثوابات اللي شفناهم من قبيله، سواء هذاك البروكار ولا البروكار الثاني، المبرا ديجيتال ولا المبرا الاخرى. المطروز. كلشي.